السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم درس أحمد بن طولون ومحمد بن طخش الإرشيدي، نموذج من الدولة الطولونية ونموذج من الدولة الإرشيدية. أصل أحمد بن طولون ونشأته، أصله تركي، نشأ في بغداد في العراق، وتلقى علومه في بغداد. توليه حكم مصر، عمل قائدا لحرس الخليفة المتوكل العباسي، ثم انتقل إلى مصر ليحكم نيابة عن باك التركي. وبعد وفاته أصبح أحمد بن طولون واليا لمصر، وأسس الدولة الطولونية عاصمة مصر في عهده. طبعا احنا عرفنا ان عاصمة مصر في عهد عمرو بن العاص هي الفسطاط، ودلوقتي هنعرف ان عاصمة مصر في عهد احمد بن طولون هي القطائع. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لانه جعل لكل طائفة من اتباعه قطيعة تقيم فيها، اي قطعة ارض يقيم فيها. موارد مصر الاقتصادية في عهده، استغل موارد مصر لصالح دولته من غير ان يرهق الشعب المصري بالضرائب. اهم اعمال احمد بن طولون، كون جيشا كبيرا قويا مدربا، وطبعا الجيش القوي ده يؤدي الى ان الدولة تبقى قوية. عمل على الاستقلال من الدولة العباسية وتوسيع ملكه، ضم الى مصر بلاد الشام واصبحت دولة مستقلة عن الخلافة العباسية. عمل على نشر العدل ومساعدة الفقراء بالاموال والصدقات، اهتم بالزراعة وعنى باقامة الجذور القصور وحفر الترع والقنوات، شيد البيمارستان لعلاج المرضى وجعل العلاج فيه ببلاش او مجاني. البيمارستان هو المستشفى. محمد ابن طخش الاخشيد، اصله وتوليته لمصر، اصله تركي الأصل، وهو مؤسس الدولة الإرشيدية في مصر. توليه حكم مصر، أظهر شجاعته في صد الهجمات من الدولة الفاطمية، فولاه الخليفة العباسي ولاية مصر ومنحه لقب الأخشيد، أي ملك الملوك. أهم أعماله، 1. أعاد الأمن والنظام للبلاد. 2. قوى مركزه في مصر والشام والحجاز ليكون له الإشراف على الحرمين الشريفين، والحرمين الشريفين هما المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. 3. حمى البلاد من الأخطار الخارجية. 4. حرص على الاحتفالات بالأعياد الإسلامية والمسيحية كعيد الخطاس. ملخص الدرس، أحمد بن طولون عرفنا طبعا أن هو مؤسس الدولة الطولونية في مصر، أنشأ مدينة القطائع واتخذها عاصمة لمصر، اهتم بالزراعة وعنى بإقامة القصور وحفر الترع والقنوات، شيد البيمارستان لعلاج المرضى وجعل العلاج فيه مجانا. محمد بن طخش الإرشيدي مؤسس الدولة الإرشيدية، أعاد الأمن والنظام للبلاد واهتم بالعلماء. ودلوقتي وصلنا للواجب المنزلي، يلا يا أصدقائي حلوا معايا السؤال ده أكمل. 1. بنى أحمد بن طولون مدينة نقط واتخذها عاصمة له. سامع واحد دلوقتي بيقول مدينة القطائع، برافو عليك. 2. جاء أحمد بن طولون على مصر نائبا عن واليها التركي. سامع واحد دلوقتي بيقول باك كده، دلوقتي الواد ده فهم كده الدرس. 3. تنسب الدولة الإخشيدية إلى مؤسسها،
سامع واحد صاحبي برضو بيقول إيه محمد بن طخش الإخشي دي، محمد أربعة، محمد بن طخش الإخشيد من أصل. سامع واحد برضو بيقول تركي. وكده يبقى وصلنا لنهاية درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.